ومطلوبة عندنا بالخليل هون، خصوصا انه عندنا السيدات لازم نصورهم واحدة ست. في عرضت فكرة شغلة التاكسي على زوجي وعلى اهلي وكذا، كانت صعبة عليهم كتير، كانت صعبة ومستحيل الكلام في هذا الموضوع. اخذوها بنت 15-16 سنة، ما بدهمش وحدة فهمانة قدعة اتحالها تنقشهم. بالبداية بصراحة زوجي تضايق من هاي المهنة، خصوصا انه بنروح بوقت متأخر من الليل. وجوزي بكى معه ويسوق يودي بضاعة يعني ويجي قبلها، واللي كل هيت يعني كلهم مبسوطين مني يعني لما بسوق. وانا بشغل كتير اجاني شباب، بس يعني انه برجع للنصيب يعني انا ما بدي، معهم بيقولوا لك هاي شرطية، هم الاغلب ما بتقبل الشرطية. دائما بيسالوني يعني انا بطلع بعرف ان انا عربيه يهودي وهذه، او بس بسالني انت مش خايفه؟ ما ايش بدي اخاف؟ عن جد من ايش بخاف؟ بالعكس انا قويه قويه على قد هذا الجدال ما هو مبني. ممكن انا طبيعتي بحب كل شيء صعب اجربه، وبحب المغامرات، انا اقول لي تمشي بسهل ولا بجبل بقول لك لا جبل، شوك ولا حريب بقول لك الشوك.